ازيك يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. في دلوقتي يا جماعة ناس، كذا حد كان سألني على موضوع التيبس او ازاي سكيلز للسنايبر، ان انت تتعلمها. انا يعني عمال افكر فيها اجيبها ازاي، ما بحاول الاقي لها حاجة، فجبت شوية كليبس كده من عندي وحاول اشرحها. التنفيذ بقى يا معلم ده عليك انت، يعني انا بلعب بقالي فترة، انما لو واحد لسه جديد ما تقولش ان ما بتحصلش معايا، لان هي مش هتحصل من اول مره، مش من اول هيت، لازم تاخد وقت شويه. ففي مثلا يعني ايه، انا هجيب اول كام كليب كده للهيلي، هقول لك مثلا لقطه هنت زي ما انتم شايفين كده من الظهر، دي اول لقطه. اللقطه الثانيه ان شاء الله هتبقى من جنب تاني، فاهمني؟ لقطه تانية من جنب تاني، لقطه تانية من جنب، بقى تبقى الهيلي معديه كده. فكل ده هحاول ان انا اوضحه دلوقتي واقول لك تقيم ازاي وبتاعه. طبعا المسافه دي عامل اساسي، يعني لازم تبقى انت عامل حسابك ان المسافه دي حاجه اساسيه جدا، تمام؟ عندك مثلا اللقطه دي اهي، الهيلي فيها ماشيه تقريبا كانت الكلايه على 390 متر. فانت دلوقتي انت واقف اهو، انا حتى هشغلها بالسلو موشن، تمام؟ اهو انا ضربت اول طلقه ما جاتش، قدرت المسافه. عملت ايه بعدها؟ بص ركز، انا بقيم فين؟ أبقيم قدام، ما تقيمش على الهيلي. لما بتقيم على الهيلي في حاجة اسمها بولت ترافل. البولت ترافل دي المسافة ما بين البندقية بتاعتك والهدف اللي انت هتوصله. كل ما الهدف بيبعد كل ما الوقت ده بيزيد، ما طبيعي، وهيبقى فيه دروب كمان للبولت، هتقع، انت فاهم؟ لذلك تلاقي ايه، في واحد بيقيم لفوق، ده الطبيعي، كل ما الهدف بيبعد كل ما بترفع الايم شوية، تمام؟ هنا هو انا رفعت، قدمته قدام الهيلي، جت ايه، عملت له كراك زي ما انت شايفين، كراك اهو. خلاص كده انا عرفت المسافه اعمل ايه. وانت دايما تتعامل مع الزائد بتاعتك دي يا باشا، او ايا كان علامه الريتيكال اللي انت بتستخدمها، تبص دايما على دي زوايا، هي زوايا، تقعد تقدر الزوايا دي. يعني مثلا الهدف اهو باشا لازم يبقى في الكورنر ده كده، تمام؟ اهو قدمت تاني نفس المسافه، ادي بقى يا ابو ميزو، خلاص كده ده جاب الراجل 390 متر اهو. ليه؟ خلاص انا قدرت المسافه وعرفت اضرب فين. اول طلقه ما جاتش، رحت مقدم قدام سنه، تبقى الهيلي نرجع تاني الحته دي اهو، الهيلي فين؟ الهيلي في بطن الزاويه دي، تبقى في بطن الزاويه دي هنا اهو، ورفعت الام سنه على الحز بتاعها، بس مات برضو. ده زي ما قلت كده كليب تاني هيبقى من زاوية تانية، يعني كل ده انا بشغله سلو موشن علشان اللي بيتفرج يبقى شايف. ادي اهو، ده مسافة مش بعيدة خالص، انا واقف تحتيه تقريبا، فمش محتاج بقى ان انا اقيم قدام ولا اعمل الحركات اللي ايه اللي ملهاش لازمة دي. انت يا باشا هتقيم على الدماغ مباشرة، تك الباشا ايه ريح اهو، خلاص نزل بالسلام، تمام؟ دي زاويه تانية. طالما المسافه قريبه منك، السنايبرز عندك مثلا لحد 200 250 متر، مش محتاج ان انت ترفع الايم قوي، على حسب السنايبر اللي في ايدك. ده انا ما اقدرش اقول لك هو كل سنايبر كام، لان هي بالنسبه لي خلاص تعود. انت بتمسك السلاح بتشوف البوليت بيحصل لها دروب من اول مسافه قد ايه. اي ما باشا اعمل بينج كده مكان ما هتضرب وشوف، فاهمني؟ وهكذا لحد ما تظبط معاك، وهتلاقي بقى خلاص انت الموضوع بقى مصل ميموري، بقيت بالتعود، تمام؟ ده برضو كان كليب تاني لحاجه فوقيه. ادي لقطه تانيه برضو، دي الهيلي بقت قدام بس مسافه قريبه. هقول لك على حاجه تعملها علشان تبقى انت فاهم بس الدنيا ماشيه ازاي. بص يا باشا، الهيلي فيها نقطه ضعف، اي حاجه فيها نقطه ضعف، الهيلي دي نقطه ضعفها، بالذات لما تبقى انت مقيم من الظهر. نقطة ضعف الهيلي اهي الحتة دي، دماغ الكاركتر اهي باينة، شايف؟ الدماغ اهي اصلا ظاهرة، الدماغ كلير شوت. لو انت بتقيم كويس وقيمك سريع خلاص، الراجل ما خدش غلوة يعني، بس ارفع الام سنة بسيطة. واسلحة فانجارد عموما انا حاسس فيها حاجة غريبة، يعني في ضربات ببقى مثلا انا مقيم جنب دماغه الاقيها جت في دماغه لسبب ما انا مش فاهمه، معرفش هل دي حاجه هم مزودين مثلا الهيت بوكس،
انا مش عارف، بس اسلحه فانجارد بوجه عام كسنايبرات انا مش مبسوط منها يعني، انا ما بلعبش بيها. ممكن بغير كده كار مثلا وام راجع تاني العب ببيلينغتون او بسويس او ايا كان، لان فعلا الاسلحه مش حلوه يعني كسنايبرات فعلا مش حلو. تمام، دي يا باشا لقطه تانية. لما تكون الهيلي هتعدي من البوزيشن اللي انت فيه ده قدامك، يا طب ساعتك بتقيم قدامها. طبعا الابديت اللي اتعمل دلوقتي بقى فيه اللي سايق الهيلي وزي باسنجر جنبه، بقى في واحد قاعد جنبه اصلا، فهي دي جت معايا لاكي شوت يعني. انا ما اعرفش ان هو واحد قاعد جنبه اصلا، انا شايف واحد بس، فضربت الطلقه طلع كان اتنين، فعادي قشطه يعني، عصفورين بطلقه واحده، مش هزعل يعني. تمام، ساعتك نرجع تاني. هتعمل ايه؟ هتقيم قدام الهيلي، قدام الهيلي اهو، بس شكرا، قدام الهيلي. وكل ما المسافه بتبعد هترفع الايم اللي فوق وقدام، مفيش حاجه اسمها تقيم على الهيلي نفسها، مش هتيجي، لازم قدام الهيلي. التارجت بيتحرك، ما ينفعش ان انت تكون بتضرب بنفس مكان ما هو رايح، لان هو بيتحرك هتضرب قدامه نقطة التقاء. انا بحاول ابسط على قد ما اقدر. تمام يا شباب، لقطة زي دي يا شباب، تعال نقدم كده اهو، ده واحد نازل من السماء. ساعتك تعمل ايه؟ اهو بص انا عملت ايه، قدمت، عملت ليد قدامه، انا ما ينش على دماغه لان هو نازل اصلا بيتحرك، بس انا عندي توقع ان هو جاي هنا، فانا قيمت هنا لقيته بالفعل جه في الاتجاه ده. هو حظ، ساعات ما بتجيش، ساعات ببقى مقيم في حته وابص ليه راح مغير اتجاهه، صايع هو لعيب خد باله راح مغير اتجاهه على طول، الطلقه بتاعتي باظت مفيش. اهو عملت ايه، قدمت قدام بس يا باشا، داون بمنتهى السهوله. هي مش كيمياء يا جماعه، هي فكره تدريب والاتاشمنتس الصح للسلاح. معلش انت حسب البلاي ستايل بتاعك، في واحد بيكامب بيقعد على مسافه بعيده، فده ممكن يلعب بكل الاتاشمنتس اللي تخلي له السلاح ثابت وبتاع عنده. انا اسف انا مش قصدي حاجه، بس انت عندك زيرو سكيلز حرفيا، انت مش عايز تتطور، فالاتاشمنتس اللي بتخلي السلاح سريع هي اللي هتخليك بقى تتخذ القرارات دي بسرعه، وكل حاجه بالتدريب. ده اهو هو نزل الراجل. تمام، ادي ليه المسافه قريبه، شايفين ده بعد الشباك بشويه، وانا بضربه ببارت 50 كال، بضربه بام 82 يعني، انا مش بضربه بنبله. نشن يا باشا على الدماغ مباشرة، اهو الراجل تاني اهو نازل، اول طلقة فاتت مني، تاني طلقة خلاص انا مقيم مكان ما هينزل تقريبا، توقع خلاص، لان هو فتح الباراشوت، فانت مفيش عندك اوبشنز ان انت تيجي يمين، مفيش، الباراشوت ده بيشلك. خد يا باشا الطلقة وبالسلام، اتكل على الله. ده مثال تاني برضو لما يكون تارجت نازل من السماء، انا بحاول ان انا اجيب لك كل حاجه تبقى انت فاهم منها. اهو ادي اول واحده ما جاتش، بص يا باشا هتميل اهو، ده نازل ناحيه ايه، نازل ناحيه شمالي، بعمل انا ايه، ما قايمش على دماغه، مش هتيجي فيه، قايم قدام دماغه اهو. بص انا قيمت، بص انا عملت ايه، وانا ايدي متعود بفلك سنه صغيره يعني، بنتشها كده، بنتشها كده سنه صغيره، انا بلعب على دي بي اي عالي جدا، في ناس مستغربه ده بس انا تعودت خلاص، فانا بالنسبه لي ده عادي الحمد لله. ده اهو اديك شفت، نرجع تاني الحته دي عشان نبقى ايه، خلصنا من الجزئيه دي خالص. بتاعتك يا باشا هتليد بس خلاص، هتيجي يعني هتيجي، الا لو اللي قدامك بينجو قليل، يبقى انت يا باشا كل سنه وانت طيب، كل ضرباتك هيت مارك، دي مشكله بقى، ده دي مش ولا بايدي ولا بايدك. تمام، ادي واحد ثابت، ده واحد اهو في البرج غلبان قاعد، نبطأ برضو خلاص، دي مسافة برضو مش كبيرة. بتاعتك يا باشا هتعمل ايه؟ قايم على دماغه مباشرة، دي مش كيمياء بس خلاص، دي مش محتاجة شرح، ده قاعد مسافة اهو، انتوا شايفين مسافة مش كبيرة خالص، دي ممكن تكون 100-120 متر بالكتير قوي. ادي يا باشا في الدماغ على طول، ما تفكرش، مش ما ولا بقى ترفع الام ولا تنزل الام، مفيش الايه الكيمياء اللي احنا كنا لسه عمالين بنشرحها، علم الصواريخ ده، هي يا باشا انت هترفع الام في دماغه مباشره خلاص، دي رشقت، كل سنه وانت طيب. تمام،
في لقطات تانية يا شباب حاجة زي كده. دلوقتي واحد واخد عليك انجل اهو، انتوا شايفين الجلنت بتاعه شغال اهو. نرجع تاني، واحد واخد عليا انجل اهو، الجلنت بتاعه اهو تمام. اوعى تقف ثابت، وقفت ثابت موت، افضل نطط اهو. بص الطلقه بتاعته اتضربت اهي، مس الطلقه بتاعته، بقيت انا اللي واخد عليه انجل وعملت عليه بينج كمان ان انا اقدر اضرب. نطط ما توقفش، الطلقه الثانيه مست اهي، هو خلاص كده تربي يا باشا. ادي يا برنس، فكرش، الموضوع بسيط بس عايز تعود، عايز ان انت تتمرمط شويه. موضوع سهل خالص لكن محتاج تدريب. مفيش انت مش بتتولد او مش بتخش لعبه انت جامد، مفيش الكلام ده. في ناس موهوبه بس مش معنى كده انه اول مره يلعب الجيم هيعمل شغل، لا هو هياخد، لسه هياخد على الميكانيكس، هياخد على الفيلوستي بتاعت الاسلحه، هياخد على الريكويل، هياخد على كل حاجه. فما تقوليش انه هو هيبقى جامد من اول جيم، لكن الموهبه بتساعد طبعا، وانت شغلك وتعبك في الحاجه هو اللي هيخليك فعلا تعمل مجهود او تعمل فيها حاجه جامده تمام. دي بقى اللقطه اللي هيبقى فيها زي ما قلنا شرح كتير، وهيبقى فيها رغي يعني، ناس هتقول لك ازاي ومش ازاي وكده. انا مش هغلق بتصوير بطيء. بص يا باشا، ده واحد نازل اهو، هل انا اقصد اللقطه دي؟ اطلاقا، بس هي مصل ميموري وجت، وهوريك مصل ميموري ليه عشان برضو تبقى فاهم، لان في ناس اهو. انت شفت الكروس هير فين؟ تاني الكروس هير فين بتاع الايم اهو، شفت النقطه ظهرت هنا اهي على دماغه. يعني انا مش بفتي، هي مصل ميموري، انا اتعودت. هل انا كنت في دماغي ان اللقطه دي هتيجي؟ اطلاقا، بس هي مصل ميموري، وهوريك مصل ميموري ليه. تاني لاخر مره عشان الناس تبقى شايفه اهو يا باشا، ادي الكروس هير اهو بالتصوير البطيء على الدماغ، كروس هير على الدماغ، وبرده بليد قدامه وكل حاجه تمام. تمام، ليه بقى يا باشا مصل ميموري؟ علشان خاطر دي. بص يا باشا، انا فاتح الحمد لله الدارك ايثر تمام. دارك ايثر عشان تفتحه عندك الكاتيجوري بتاع السنايبرات، في حاجه اسمها كريتيكال كيلز. الكريتيكال كيلز دي يعني هيت شوت بس، فانت مطلوب منك 3 سنايبرات ب 2500 هيت شوت، يعني انت بتتكلم في حوالي 7500 كيل هيت شوت. انت فاكر ان انا هفضل ماشي مقيم علشان نضرب في الدماغ؟ لا مش دايما، انا في بانج الساعات وانا بجري اهو، بوري لك ايه اللي انا بتكلم فيه. دي اللي بيظهر بالاصفر على الجناب ده يبقى ايه؟ هيت شوت. كل ده اهو هيت شوت هيت شوت، انت فاهم؟ في حاجات ما جاتش هيت شوت، في حاجات جت كل عادي. دول اتنين هيت شوت، اتنين ماتوا بطلقه، ده واحد مات اهو. كل ده انا ببقى دوست بالفعل اي دي اس وقفلت، فخلاص انا تعودت. هي الموضوع بالنسبه لي بقى تعود. انا ده شايفه اهو، هنا مثلا لقطه انا فاتح عادي الايم، انا اقدم بس عشان الملل. هنا انا بجري اهو مثلا، بيجروا ورايا اهو، اهو الاي دي اس بيبقى هيتفتح عادي، ما جاتش عادي جدا، تفضل مكمل. تمام، تفضل تجري. ده انا بوري لك ايه الفكره في حته الكويك او الكويك سكوب بالذات. الدارك ايثر، الناس اللي عملت الجرايند بتاع الدارك ايثر هتفهم ده كويس تمام. نقطه اخيره يا شباب عشان بس شرح بسيط جدا، شرح بسيط جدا للراتيكال علشان في ناس مش عارفه الموضوع. بصوا يا شباب، كل سلاح احنا قلنا ليه البيس بتاعه بتاع الطلقه ان هي مكان ما انت منشن هي رايحه، قول مثلا 150 متر 200 متر 250 على حسب قوه السلاح اللي بايدك. ده مثلا مثال اهو الاي اكس 50، هنعتبر مثلا ان النقطه دي لو انت منشن هنا الطلقه هتيجي هنا على 200 متر. حلو، كل شرطه انت شايفهم من دول، كل شرطه ب 100 متر. الشرط دي اهي، الشرطه دي، الشرطه دي، كده كل ده 100 متر. كل ما التارجت بيبعد حضرتك هترفع الايم بحيث ان الشرطه دي تبقى على الدماغ، هتلاقيها جت. وجرب مره واثنين وثلاثه وعشره، مش مره ولا اثنين، مره واثنين وثلاثه وعشره. انا والله يا جماعه انا على قد ما اقدر بحاول اقدم اللي يساعدك في انك تسنايب،
مش هقعد اعمل لك موضوع انشاء، انا بوضح لك كل حاجه وكل كل ممكن تبقى بسبب ايه. تمام؟ في حاجات عامل الحظ فيها، في حاجات البنج، في حاجات السكيل، بس العامل الاساسي والاهم يا باشا انت بتقدم ايه للعبه دي، انت بتديها وقت ومجهود ولا انت مجرد متفرج. دي اللي هتفرق معاك في كل حاجه. خد يا باشا وقتك، جرب وعيش مرن، وهتلاقي نفسك ان شاء الله ظبطت، لان مفيش حد بيبتدي السلم من اخره، لازم بتاخد خطوات في الاول. اتمنى يا جماعه اكون قدمت لكم حاجه تفيدكم، ولو في حد عنده تساؤل لحاجه يسالني ان شاء الله باذن الله هجاوب عليه. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. Persistent, spoken into existence, so consistent, no assistance.